السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم صابلي رائع، صابلي الهلالات بالشوكولا بطريقة سهلة ومبسطة بمول الشباب، ويعطيكم شكل رائع كما راكم تشوفوا. تابعوا معايا الفيديو، اكيد راح تعجبكم الوصفة ان شاء الله. بالنسبة للمقادير، نحتاجو 250 غرام زبدة بحرارة الغرفة، ملعقة فانيلا، نحتاجو ايضا بيضة وصفار بيض كما راكم تشوفوا، نحتاجو ايضا نص كاس سكر ناعم كنت يعني غربلته. وصفة رائعة وناجحة وتجي تذوب في الفم كما راكم تشوفوا. نحتاجو ايضا الى 3 ملاعق زيت. الوصفة رائعة وتجي ما شاء الله كما راكم تشوفوا. المكونات هذو كامل راح نخلطهم في الخلاط. انا استعملت البيتخان، ثم تقدروا يعني باليد فقط يعني تخلطوا المكونات، لكن بالباتور او الخلاط والبيتخان راح يعطيكم قوام رائع كما راكم تشوفوا. هنا راح نخلط المقادير جيدا حتى نتحصل على خليط يكون يعني متجانس وتجي كريمي كما راكم تشوفوا هنايا. بعد ما خلطت المكونات جيدا حتى القوام هذا يعني يجي قوام كريمي، في هذه المرحلة انا واش راح نضيف له؟ راح نضيف له نصف كاس نشا يعني مايزينا. هنا كنت ايضا غربلته. اهم شيء في المواد الجافة انكم تغربلوها باش يعني تجيكم الحلوة مليحة كما راكم تشوفوا هنايا. بعد ما خلطت الخليط وعطاني هذا القوام يعني قوام كريمي تجي صابلي ولا اروع، راح نضيف كاس فارينا، زدت له ملعقة صغيرة يعني الملعقة الصغيرة كامل فارينا، زدت كاس فارينا يعني 2 كؤوس فارينا، نخلطها مليح هنا فقط باستعمال الملعقة. بعدها راح نستعمل يدي ونطم العجين تاعي. اهم شيء في العجين هذا تحصلوا على عجين يعني متماسك لكن يكون طري بهذا الشكل كيما راكم تشوفوا. نواصل الخلط حتى نتحصل على عجين كريمي. زدت الكاس الثالث كما راكم تشوفوا، زدت الكاس الثالث. هنا بعد ما زدت الكاس الثالث نجمعها بنفس الطريقة كما راكم تشوفوا. اهم شيء ما تيبسوش العجينة، خلوا العجينة تكون طرية. راح نزيد الكاس الرابع، لكن راح نزيدو بالتدريج باش يعني ما تيبسليش العجينة. صدقوني الوصفة هذه ولا أروع وتجيكم ما شاء الله. فقط العجينة خلوها طرية هنا كيما راكم تشوفوا، راني نضيف بالكمية القليلة. الكاس الرابع ما حش نضيفه كامل، راح نضيفه غير بالتدريج باش تطملي العجينة، تحصلوا على عجين صابلي رائع ويجي طري ويجي ما شاء الله كيما راكم تشوفوا. انا بعد ما يعني لمت العجين تاعي واش راح ندير؟ راح نشكلو كرات كيما راكم تشوفوا من 22 حتى 24 غرام. انا استعملت هكذا، درتهم شكلتهم كامل. استعملوا يعني 24 كيما راكم تشوفوا، راح تحصلوا على هذه النتيجة. اهم شيء ركزوا على الاطراف يعني لما تشكلوهم شكلوا الاطراف باش ما يتكسروا لكم شو بعدها، يعني ركزوا على الاطراف كما راكم تشوفوا. تحلوا العجينه بهذه الطريقه. بعدها نضيف كيس بلاستيكي على المول ولا على الطابع تاعي ونشكل الحلوه تاعي. ركزوا على الاطراف يعني ما تخلوهمش رقاق باش ما يتكسروناش بعد ما يطيبوا بهذا الشكل. ضغطوا ضغط خفيف باش يعطيكم لا فورم تاع المول، يشدوا يعني شكل الطابع. نحط كيس بلاستيكي من الاعلى ونقوم بعمليه الضغط بهذه الطريقه باش تجي الحبه يعني تجي شابه وتجي تجي شكلها واضح كما راكم تشوفوا. هاوليك الشكل تاعها يعني روعه ما شاء الله، حلوه هايله ويعني بريزونطابل كما راكم تشوفوا هنايا. راح نكمل كامل الحلوه تاعي ونطيبها. هنا بعد ما طيبتها تحصلت على هذا الشكل، يعني هنا طيبها ما طيبوهاش بزاف باش ما تيبش معاكم. كما نعرفوا حلوه الصابلي يعني ما لازمش تجي يابسه. هذه هي النتيجه النهائيه بعد ما طيبت كامل الحلوه اللي عندي. تخرج لكم حوالي 50 حبه، لكن تعاملوا معها بحذر باش ما يتكسروا لكمش الاطراف. بعدها واش راح ندير؟ انا راح نذوب الشوكولا. هنا راح نوريكم فقط هذه كانت كسرت لي،
راح نوريكم القوام تاعها، تجي هشيشه وتجي ما شاء الله كيما راكم تشوفوا. هنا راح نذوب الشوكولا بهذه الطريقه، نحطها في حمام مائي ونخليها تذوب. بعد ما نقطعها قطع صغار بهذا الشكل، انا استعملت التاج، تقدروا تستعملوا ايضا مونا عندها يعني لابريونس وتجي ثاني ما شاء الله. هنا راح نذوب الحلو الشوكولا تاعي كيما راكم تشوفوا على حمام مائي، يعني بعد ما تذوب لي راح نضيف لها ملعقه زيت كيما راكم تشوفوا، ملعقه زيت هنا، ونخلطوها مليح كيما راكم تشوفوا، ونبداو نكلاصيو الحلوه تاعنا، وراح يعطي لها بويونس وتجي شابه. صدقوني صابلي هايله، وصابلي يجي ما شاء الله، يجي ذوب في الفم ما يجيش يابس كيما راكم تشوفوا. هنا نحط اي ملعقه تكون بهذا الشكل، ونبدا يعني نكلاصي الحلوه تاعي، ونحطها في مشبك ولا فوق ورق الطهي، هنا اختياري كيما حبيتو. المهم ما تلصقوهمش مع بعضهم باش يعني ما يتلاصقوش بهذا الشكل، يعني بعدهم على بعضهم، ونخليهم حتى يعني ينشفوا معايا، ونزينهم بورق ذهبي ولا ناكخي، كل واحد كيفاش يحب يزين.